تحية طيبة لكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نلتقيكم في يوم جديد وحلقة جديدة وتغطية خاصة عبر العراقية الرياضية للحديث عن أكثر من محور وأكثر من حدث رياضي يهم الوسط الكروي بالتحديد. أحبتي المشاهدين، اليوم محورنا راح يتحدث عن نادي جماهيري، نادي حقق الألقاب في يوم من الأيام، نادي أسعد جماهيره في زمن من الأزمان، نادي قد يكون أبنائهم أبرز النجوم اللي مروا على الكرة العراقية، اللي صاروا مدربين واللي صاروا شخصيات كروية لامعة في الوسط الكروي. هذا النادي وصل به الحال أنه يهبط إلى الدرجة الأولى بقرار من الاتحاد الآسيوي، واللي يخص موضوع التراخيص الآسيوية وعدم إيفاء هذا النادي بالديون المترتبة عليه. هذا النادي أصبح في وضع لا يحسد عليه. ماذا يقول أبناء النادي عن الأنيق؟ هل بقي في أناقته أم الزمن بدأ يتحدث عنه بالشيء السيء؟ عموما أحبتي المشاهدين، اليوم حلقتنا راح تتحدث عن نادي الطلبة بالتحديد، بالإضافة إلى مجموعة من المحاور الأخرى، لكن قبل لا أدخل في هذا المحور الآن ينضم معي في اتصال هاتفي اللاعب مازن فياض. مساء الخير. مساء النور، شلون استاذي؟ شلون كابتن مازن، تسمعني؟ اي اسمعك. شلون استاذي؟ الله يسلمك ويخليك. تحية طيبة عليك وعلى الكباتن الكرام. اهلا وسهلا بك كابتن. كابتن ما اعرف هسه ايش نكتب بالعنوان، الكابتن مازن فياض لاعب النفط، لاعب الشرطة؟ ان شاء الله لاعب الشرطة ان شاء الله نادي الشرطة. طيب شنو هاي الامور المتعلقة مع نادي النفط؟ الامور المتعلقة طبعا انا بداية الموسم وقعت موسم واحد مع نادي النفط. طيب موسم واحد، فمن وقعت موسم واحد طلعت، يعني انا موقع موسم واحد، التوقيع مالتي وتوقيع نادي النفط، الختم مال النفط خليته وطلعت. فانا تفاجأت لما شفت موقعيني، فان قالوا مازن فياض موقع موسمين وانا موقع موسم واحد. فكل هذا طبعا انا طلعت، قلت لهم انا اريد ان انا لاعب حر. طيب لاعب حر. فهسه النفط يقولون انت لاعب موسمين عندنا، بعد لك موسم ويانا. ايه، والعقد الجديد انا المصادقين هم بالاتحاد السنتين، انا ما اعرف عنه اي شيء. كابتن مازن، هسه العقد الموجود عندي الطرف الثاني مازن فياض يقول يعتبر العقد نافذ اعتبارا من تاريخ توقيع العقد ولنهاية موسم 2019-2020 أو إلى نهاية بطولة الكاس أو إلى آخر مباراة يجريها فريق نادينا ضمن مشاركاته المحلية أو العربية أو الآسيوية أو الدولية. هذا العقد الموجود أمامي، عقد نادي النفط. لا صح، هو ما مصادق بالاتحاد، صح هو غير مصادق عليه بالاتحاد، لكن هذا عقد موجود وعليه ختم الإدارة. شنو هذا الكتاب؟ أعرف أنا موقع موسم واحد 2018-2019. طيب أي، والختم موجود قدامك جاي يشوفه. بهنا هذا الختم والنفط، ذات النفط، يعني أنا هذا العقد منين جبته؟ ما جبته يعني من جيبي، يعني أنا موقع نادي النفط موسم واحد وختمهم. فاني عسى كل هذا، فان هم ناشرين عليه بان اللاعب متمرد واللاعب شو اسمه انا المستحقات، صار لي شهرين ما مستلم. صار لك شهرين ما مستلم؟ اي، انا من انتهى الدور هم يقولون احنا عندنا هذا الطق مال اللاعب مازن فياض قيمته تقريبا 11 مليون، ما شهرين انا ما مستلمين، ومسوي له من تاريخ 23/7. انا يعني اذا متمرد انا كنت موجود، الدوري خلص شو اسمه 20/7 كنت موجود وياهم. اي الدوري خلص 20/7 وانا موجود اتمرن. كابتن مازن، هاي 11 مليون هي هاي نفس الصكوك اللي طالوا بيها؟ اي هم الناشرين الصكوك يقدرون هم يتلعبون بيها، يسووها باي مده يردوها
يسووها يعني يقدرون يسوونها. يعني شنو يتلاعبون؟ يتلاعبون شنو كابتن؟ بس وضح لي هذا الموضوع. مو هم يقولون بأن اللاعب مال البياض ما أجي، أنا اشتكيت بالاتحاد فإن أنا شهرين ما مستلم مستحقاتي، الشهر السابع والثامن ما مستلمهن. إيه فهم النفط ناشرين بأن أنا مازن مستل إذن المستحقات مالته موجودة بتاريخ 23/7. زين. فأنا من 23/7 يقولون هو مازن تمرد علينا ما أجي. أنا بهذا الوقت كنت وياهم لاعب نادي النفط أتمرن وياهم وكان وادي دورة قبلها. واتعاقد مع بعدها اتعاقد مع المنتخب الوطني، كانت البطولة مع الغرب آسيا كربلة. طيب كابتن يوم أمس كنت موجود بالاتحاد، اتحاد كرة القدم شنو اللي بلغك به؟ اليوم أنا اليوم هم كنت موجود بالاتحاد. اليوم هم كنت موجود بالاتحاد؟ أي أنطوني اليوم أنطوني شو اسمه تصريح قالوا هذا تروح تودي للنفط خلال 48 ساعة يردون على هذا الجواب. ما أنا صار لي شهرين ما مستلم مستحقاتي ودفعت المالية معك وسلمت الأستاذ شوقي. جلسة يعني قدام الاتحاد لاعب الشرطة لو لاعب النفط؟ أنا حاليا أنا موقع ويا نادي الشرطة. موقع ويا نادي الشرطة. موجود عندك عقدين، عقد مصادق عليه وعقد غير مصادق، أنت بيا عقد تمشي. أي. أنا موقع موسم واحد وأنا رحت للاتحاد وبلغتهم والاتحاد راح يرفعون القضية شاز نادي النفط رفعت القضية. طيب شلون راح تفضل الأمور ويا نادي النفط؟ شلون راح تفضل الأمور؟ يعني هم راح توصل إلى مشاكل لو تحلوها بالتراضي لو شلون؟ أول شيء أنا جيت أرجع أحلو وياهم بالتراضي. أنا لاعب أريد يعني أمثل فريق جماهيري، ما أبقى يعني أنا صار لي 4 سنوات ويا النفط، النفط صاحبي فضل علي قدموا لي كثير، بس أنا أريد أطلع أشوف مستقبل يعني نادي جماهيري. تعرف أنت يعني اللاعب إذا ما يلعب نادي جماهيري ما يملك شيء. أنت الجمهور كل شيء يدعمك بالمنتخب يدعمك بأي شيء. وأنا هذا يعني شيء يعني أي لاعب يطمح له يلعب نادي جماهير كان الشرطة والجوية والزهراء والقلبة هاي الفرق الجماهيرية ومن حقي هذا يعني شيء حقي أنا أريد ألعب به أنا يعني ألعب نادي جماهيري. زين كابتن نادي النفط أصدر بحقك بيان، هذا البيان يتضمن به عقوبات ويتضمن به إيقاف، شنو رأيك؟ أكو سبل قانونية وأنا عندي شيء أنا أضمن به حقي. أنا لو ما يعني لو شيء ما أضمن به حقي ما أسوي. أنا وياي الحق، أنا موقع موسم واحد، أنا تفاجأت من أجل قال شيء هم موقعين موسمين. أنت دريت بهذا البيان؟ شفت البيان؟ أعرف هواي ظلوا ينزلون عليه ويحكون علي أنا يعني هواي شفت بيان. ظلوا يدقون عليك؟ لا بيانات يعني هواي ينزلون علي. ها بيانات هواي ينزلون عليك. ايه ليش ما يعني ليش ليش نزل عليك بيانات هواي؟ والله يوميا تصريح علي انا يعني حفاظا عنه ما احب يعني اطلع او احكي. طيب كابتن بعد كل هاي الضغوطات والبيانات الان مازن فياض لاعب نادي الشرطه. ايه وبعد ما ترجع للنفط او شيء ثاني بعد ما ترجع للنفط؟ لا ما ارجع، انا حتى لو اريد ارجع ما لي رغبه بعد العب بنادي النفط. الان يعني تفضل تفضل ثاني اكو يقولون مثلا انا تجينا هواي يعني حكي وهذا عند مازن اذا ما رجع الفريق قاعده بالبيت الوش قاعد بالبيت انا موقع موسم واحد. عموما يعني هواي حكي. هسه احنا قبل لا نتصل بكابتن كتبنا مازن فياض لاعب نادي النفط شارحه الشرطه، هسه راح نغيرها مازن فياض لاعب نادي الشرطه حسب كلامك. اي انا لاعب نادي الشرطه والشرف لاعب نادي الشرطه. الكابتن مازن فياض لاعب نادي الشرطة مثل ما تقول. شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه التغطية الخاصة وشكرا لمجموعة من التوضيحات. أحبتي المشاهدين راجعين وياكم للمحور المهم، محور نادي الطلبة. الآن دعونا نرحب بضيوف حلقتنا لهذا اليوم. نرحب بنجم المنتخب الوطني السابق ولاعب نادي الطلبة الكابتن حبيب جعفر. مساء الخير. مساء الخير عليك هشام، مساء الخير على جماهيرنا وتحية طيبة لأخواني وأصدقائي وإن شاء الله تكون حلقة. هم زين ما عرفتهم لي لا ما حكيت. ورحب أيضا بلاعب منتخبنا الوطني السابق الكابتن فريد جعفر. مساء الخير فريد نجيد.
تحية لك أستاذ هشام، تحية لضيوفك الكرام، تحية المشاهدين قناة العراقية الرياضية. ورحب أيضا باللاعب نادي الطلبة، لاعب نادي المنتخب اللاعب المنتخب الوطني السابق الكابتن مهدي كاظم. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا بك وسهلا المشاهدين بالأخوان الكابتن حبيب والأخ فريد مجيد. أحبتي المشاهدين، زمان يا زمان حبيب جعفر. هاي مشكلة الحقيقة، احنا يعز علينا يعني هذا اللي صار، بس احنا بصراحة خلينا نكون واقعيين، احنا ما بدينا حل. يعني احنا اليوم نادي الطلبة صار له تقريبا 15 سنة نفس المعاناة. ما اشوف هاي الصورة عيونك الدمع طبعا، يعني احنا هذا اسم وتاريخ. يعني بصراحة احنا حياتنا خلصناها بهذا النادي ووقفنا له، يعني وقفة ما صايرة بالفترة الماضية. احنا ما نقول هسه، لانه احنا بصراحة الفترة هاي ابتعدنا عن النادي، يعني ظروف صارت. كل اللاعبين اللي ابتعدوا ظروف، ما ابتعدوا يعني ابتعدوهم برادتهم. بس شنو هاي الظروف اللي خلت ابناء النادي يبتعدون عن النادي؟ شنو هاي الظروف؟ ظروف قويه بالنسبه لنا احنا. يعني اول شيء انت اللي خلانا نبتعد، احنا مو بالاداره. اليوم انت اذا تكون انت متواجد بالاداره ممكن تكون، لان عندك فتره طويله مثلا 4 سنين، ممكن تجدد تصير 4 سنين. احنا اليوم فنيين، يعني احنا اشتغلنا بنادي الطلبه يعني مدربين، ما اشتغلنا بالاداره حتى نقدر نتواصل ويا جماهيرنا او ويا الناس. فاحنا هذا الابتعاد اللي صار. بعدين بصراحه احنا حتى بالهيئة العامة احنا مو ما موجودين بالفتره الاخيره. ليش؟ ليش؟ لانه صوتكم؟ لا مو صوتنا. لا صوت منو؟ صوت الاداره اللي تجي تدخل، يعني اللي ينتخبون. ليش ما دخلتوا بالهيئه العامه؟ هم الاكثر الامرار بالانتخابات، يشيلون بعض الاسماء الموجوده، فنشلنا احنا من ضمن الاسماء اللي نشلنا. واكثر مو بس انا، حتى يمكن حسين سعيد ما موجود بالاداره. يعني هيئه عامه اذا ما موجود بها حبيب جعفر وما موجود بها حسين سعيد، منو هاي الهيئه العامه؟ يعني الهيئة العامة تقريبا تفصلت. يعني شلون تفصلت؟ تفصلت يعني هواي اكو مثلا ابو سجاد عندك كم واحد، علاء عندك كم واحد، اللي يجي مثلا عم عندك كم واحد، يعني شنو اصدقاء، يعني لاعبين سابقين، اداريين، شنو كم واحد؟ يعني مثلا تريد توضح صوره بانه كل واحد جايب ربعه؟ لا مو كل واحد ربعه، اكو اسماء احنا ما نعرفها بصراحه، يعني من دخلت بالهيئة العامة ما نعرفها. دخلوا اسماء مثلا بالفرق، عندنا مثلا الفريق الاول مثلا هذا معروف، الفريق الشباب، عندنا مثلا الفرق الباقيه اللي هي مثلا الملاكمه او الفرق كمال الاجسام وغيرها، هذول ما نعرفهم احنا. ما نعرف هاي الاسماء موجوده صحيح او مو صحيح. فهاي يعني هذا الموضوع اللي انطرح بالفتره الاخيره، خاصه بالاسماء الموجوده اللي طلبت. مشكلتها اداريه، مشكلتها بالهيئه العامه، مشكلتها فنيه، شنو مشكلتها؟ مشكلتها اداريه.
مشكلتها اداريه طبعا اداريه اللي من ضمنها الهيئه العامه. اي اكيد يعني هسه هو اليوم انت من تريد تطلع الاداره، من يطلع الاداره؟ الهيئه العامه. الهيئه العامه ما تقدر تطلع لانه يعني متماسكه شلون مثلا متفصل. يعني مثل ما قلت كل واحد مثل جايب مجموعه من الاشخاص طبعا لا انا اكو هواي بالهيئه العامه ما نعرفهم. ما تعرفهم؟ ما نعرفهم. كابتن فريد، واحده من مشاكل النادي ابناء النادي، يعني أنا مثلا في بعض من اللقاءات توصلني أخبار أنه أبناء النادي يريدون كلهم يصيروا مدربين، وهذا الموضوع بدأ يصير عليه مجموعة من التراكمات، بدأوا أبناء النادي يشتغلون على الإدارة نفسها، صح هذا الكلام ذولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حسب يعني تصريح علاء كاظم اللي سمحته قبل فترة، واللي صراحة إن الصورة اللي واضحة قدامي كابتن قحطان كثير حتى اللي هو واحد من أبناء لا الصورة اللي واضحة أبناء نادي الطلبة تقريبا 98% لا من عندهم. مو مرات أنت شنو استاذ هشام، الصورة اللي واضحة يعني مثلا يمكن أساني يمكن أبو علاء وحبيب ما اشتغلنا بالعمل الإداري، يمكن أبو علاء اشتغل، كابتن مهدي اشتغل فترة. بالنسبة لأغلبنا يعني إداريا ما نقدر نشتغل. هسه أنا لو يعرض علي في نادي الطلبة إنه بالعمل الإداري ما اشتغل بالعمل الاداري، ظل الظروف اللي موجوده في نادي الطلبه ما اشتغل. هسه ترجع لي انه هو عصب الحياه وعصب كره القدم هو المال، وانت ما تلقى المال مثلا. يعني انا اسمع هسه احنا خلال الفتره اللي اشتغلت بها بالكادر التدريبي مع المدرب الكبير كابتن ثائر جسام، جيت يعني شفت يعني قعدت وياه على عده حتى اجتماعات توقيع مع اللاعبين قعدت، ومن مستلم مثلا 350 او 330 مليون. أنا أريد أسألك يعني مثلا شو يريد يسوي نادي مثل بحجم الطلبة؟ ما يقدر يسوي 300. الوعود اللي تصير من خلال وزارة التعليم العالي وبعدين هم يتأملون أن تجيهم مليارين، وهم ما راح تكون توصل هاي المليارين، تخلق مشاكل. لذلك أغلب أبناء النادي وما فيهم المتكلم مروا على العمل الإداري، يعني للأمانة نقول يعني من باب احنا منعب العمل الاداري. بس انت تحكي انا اشتغلت بالعمل الاداري، انا يعني هي واحد ما يعرف مو 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 فتش يعني، اذا واحد ما يعرف بالعمل الاداري مو مشكله. لا مو مشكله، يعني هو مثلا وين يشوف نفسه؟ انا اشتغلت امين سر يدري ميدانيه، هو اختصاصك وين؟ بس انا شفت نفسي ما اعرف يعني ما اعرف اشتغل العمل الاداري، اتجهت للشغل. حبيبي يتكلم صح، بس هل نادي يتسع هذا العدد من المدربين؟ يعني هسه ولد النادي جديد، يعني انت من تحكي انا بالنسبه شنو تاريخي للتاريخ حبيب جعفر بالنسبه للطلبه او الكابتن مهدي، عمالقه من عمالقه كره الطلبه، بس هو يريد يشتغل وانا اريد اشتغل وابو علاء يريد يشتغل. هذا الموضوع سوى مشكله. هذا طبعا مشكله بالاخر، صارت مشكله. شلون يرضي علاء كاظم يرضي الجميع؟ انت كون هسه رئيس نادي الطلبه شلون ترضينا ثلاثتنا؟ يريد واحد مثلا ما تقدر ترضي. العمل الاداري ما بي جوانب ماديه، خلنا نحكي واقع يعني. هسه انا اروح اشتغل طلب شحدهم ما عندهم فلوس؟ لا هم هسه اغلب الجوانب الفنيه بيها فلوس. هي جوانب الفنيه شلون ما بيها فلوس؟ وين الفلوس؟ لا هسه انت لا تتكلم على نادي الطلبه فقط، لا لا نحكي على الطلبه. هسه انا لعبت للطلبه، حتى لحقت ويا ابو علاء ولعبت، مو انا كبره بس يعني لحقت كابتن دربني. انا طبيت وطلعت انه عندي عقد مع نادي الطلبه، لا قدر لي لا علاء ولا محمد الهاشم ولا اي شخص انه قدر ياكل من عده درهم لهذا اليوم. طبيت وطلعت لاعب ضمنت حقي، يعني حتى هسه تحياتنا للمازن فياض، يعني هو جوز هسه من حس يعني نيته انه وقع جوز على عقد وطاهم عقد على بياض مقعد جوز، هم خلوا المده ولا مشكله ثقافه اللاعب، هاي مشكله. وطموحه خطيه مازن فياض ان يلعب بفريق جماهيري، لكن نرجع احنا على نادي الطلبه، ان العمل الفني بجوانب ماديه ما اخفي كان، يعني من اروح لعمل اداره هسه انا كفريد مجيد لو تسالني، تروح لعمل اداره شو اسوي؟ اقعد يم علاء ومحمد الهاشمي ومشاكل والجمهور ويسيبها، ما اشتغل بالعمل الاداري بنادي الطلبه ولا باي نادي بالعراق. منظومه التخطيط والعمل الاداري بالعراق يعني مو باحترافيه للامانه، احنا ناس هواة حتى بالعمل الاداري. بس المشكله وين كابتن فريد؟ مشكله بالجانب الاول وزارة التعليم العالي، اي والجانب الثاني اكو اخطاء بالاداره، يعني انا احكي لك اكو اخطاء، ما اقول لك شنو اداره الطلبه ما عندهم اخطاء، عندهم اخطاء، بس هم يرسمون على مبلغ انه يوصلهم. يعني انا حتى سمعت قبل البرنامج كابتن مهدي يقول احنا الوزير وعدنا اكثر من مره وما وصلت. هسه احنا بنستلم المبلغ على قعدنا وياك كابتن ثائر، قال لي خاطري يعرف رؤيته مدرب يخلي صوره للفريق، قال له انا استلمت لحد الان 300 ويمكن و30 او 50 مليون. قال له بس عندنا ما عدين رئاسه الوزراء ما عديننا،
انت لو ما عدينك واحد ويوصل لك المبلغ استاذ هشام واحد، يعني الكابتن اشتغل بنادي الطلبه انه وزاره التعليم العالي دائما تخلي نادي الطلبه بمواقف محرجه. ليه شنو المشكله؟ ما عاد ثقه بالاداره؟ هسه حتى لو ما عاد ثقه، المفروض وجهه نظري انا ما اثق يعني بإدارة الطلبه استاذ هشام. هاي افتراضيه، ما عاد ثقه. هسه افتراض نقول احنا اذا ما عاد وزاره التعليم ثقه ليش تنطي؟ لا انا قصدي اداره الطلب ما وزاره التعليم ما عاد ثقه بإدارة الطلب، شكل لجنه من وزاره التعليم العالي هي تصرف المبالغ. يعني افضل موسم نادي الطلبه اللي كنت فيه انا لاعب يمكن حصلنا على المركز الثاني، انا سافرت رحت للاحتراف زمن العجيلي راضي توصل الفريق ورحت للاحتراف ومباراه تو خسرنا. فلوس موجوده بالهبل، فلوس بنادي الطلبه ماكو لاعب ما استلم فوق عقده موجوده، فلوس موجوده بس كان ينطي الرجل ينطي باجتماع يقول له على كاظم 500 يصرف له 300 يصرف له وبعده بالوزاره ويصرف له. حسب كره القدم بالنسبه اكو فرق استاذ هشام 300 مليون واكو فرق تصرف له 3 مليارات و12 مليار على فريق القدم، ماكو مقارنه، ماكو مقارنه من بهذا الجانب. كابتن مهدي الان يعني اذا نتحدث عن ابناء النادي تقريبا صاروا قسمين، قسم ضد الإدارة وقسم مع الإدارة. نعم. أنت ويا من؟ أنا ويا الحق ويا الكلام اللي الحق ويا من؟ وبصراحة أنا أتكلم يعني هسه أنا عشت العام يمكن بالكادر التدريبي يمكن أنا وكابتن ثائر وهاي أول مرة أتكلمها، أنا بعيد عن النادي يمكن 8 سنوات. ولولا بصراحه كابتن ثائر وتمسكه بي وخابرني 4 مرات وحتى على اساس يجيني انا بصراحه ما ارجع للطلبه لان انا مبتعد، لان انا اعرف ما راح ارتاح بالطلبه وما راح ارتاح بالطلبه. انت مو بالنادي؟ اي لا لان مهدي الامور إذا مهدي كاظم نعم ما مرتاح بالطلبه، العكس مرتاح بالطلبه. يعني انت اذا ما عندك الامور بنادي الطلبه والجانب المادي وكل شيء متوفر انت ما تنجح كمدرب، يعني لا تقول. والسبب يعني الامور هسه ايش قد مدربين ابتعدت براتك؟ ها؟ ابتعدت براتك؟ ارادتي اني اقول لك معلومه، انا الوحيد بالعراق ذا باستقاله من اداره الطلبه بصراحه، يعني بكره القدم بكل يعني وزاره الشباب الاولمبيه يمكن بس انا بالعراق ذا باستقاله. وكتبتها يمكن كتبتها هاي معلومه لك، فانا ابتعدت لان انا ما اريد يعني اشتغل بمكان اني يعني ما تقيم بي وما احقق شيء. بس كابتن ثائر والاداره يعني رجعت قلنا انا وكابتن ثائر نسوي شيء يعني لخاطر جمهورنا احنا، يعني بالبدايه يعني جمهور الطلبه يعني له مكانته ومعزته الخاصه يعني بالنسبه لنا. ففشلنا وفشلتنا بصراحه، قلت لك لقائنا بالوزير بدايه وعدنا انا من احد الاسباب تدهور نادي الطلبه اول سبب الوزاره، بعدين الاداره، بعدين الاتحاد. وصلت الطلبه الاتحاد؟ اي الاتحاد، لان كن واقعيين استاذ هشام كابتن علاء رحت مع عدنان درجال هاي الامور حسابات تصفيق حسابات ما بيها حسابات. ليش انا اسالك سؤال هسه؟ انا هسه خاف اتكلم بس هذا الموضوع كابتن مهدي. نعم يعني احنا اكثر من تغطيه تحدثنا بهذا الموضوع بشكل مفصل. ايه؟ الان وصلنا للنهايه والان الاخوان قبل قليل هم كتبوا. نعم. سيجي الآن الطلبة انتهت الحكاية. نعم. احنا كنا نتحدث قبل لا توصل لهاي الأمور. نعم. وكان في اتصال هاتفي دخل السيد محمد الهاشمي نائب. نعم. رئيس الهيئة الإدارية وذكر هذا الموضوع. السيد علي الأسدي أجاب. نعم. على كلام أنه الاتحاد. نعم. سبب في إبعاد نادي الطلبة عن الدوري. هاي ما هاي كل العالم تعرفها واضحة. ذكر السيد علي الأسدي يقول موافقة أو وجود نادي الطلبة هي وجود مشروط. نعم. وجود مشروط هو عليه أكثر من 3 سنوات. ليش العام سؤال هو وجوده مشروط على أن ليش يستكمل العام هي الملفات قديمة ليش ما طلعوها ليش طلعوها على أن يستكمل جميع المتطلبات اللي تتعلق بالتراخيص الآسيوية في هذا الموسم. نعم هذا ما تحدث به يعني هذا على لسان عضو اتحاد كرة. تحياتي للأخ العزيز حجي علي. هاي ترى الملفات مال نادي الطلبه قديمه يعني 13 14 هسه طلعوها لان هذا الوضع ترى مكشوف، لان راحت علاء مع عدنان درجال هاي واضحه للاتحاد. يعني علاء كاظم لو ما رايح ويا ليش الاستئناف لا ما يصير لو رايح لو ما رايح ما تصير، هاي الامور كلها ما تصير استاذ هشام، لان هاي اذا يسمح لي الكتب والاوراق والديون ترى سابقه مو هالسنه، هالسنه ممكن طبعا بالمناسبه لكن اكو بيان النادي الطلبه يشكر رئيس الاتحاد على موقفهم. شو وقت؟
ها قبل يومين على موقف لا لا وبالنسبة وجهودهم لعودة نادي الدولبة إلى دور الكرة الممتازة إن شاء الله نذهب إلى أربيل والمدرب الكروي واحد أبناء نادي الطلبة الكابتن عادل نعمة. مساء الخير. مساء الخير عليك أستاذ هشام وعلى كل مشاهدي العراقية الرياضية وعلى الكباتن على أخواني الأعزاء كابتن حبيب جعفر كابتن مهدي كاظم وكابتن فريد مجيد. كابتن عادل أنا قبل قليل تحدثت ويا الكابتن فريد مجيد قلت أبناء النادي هم سبب أو أحد أسباب تدهور الفريق ووصوله إلى هذه المرحلة وهناك مجموعة من المدربين أو اللاعبين السابقين اللي هم في نفس الوقت يتباكون على النادي وبنفس الوقت يروحون للاتحاد يشتكون على النادي. تفضل أستاذ عادل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد يعني أستاذ هشام اليوم يعني بصراحة يعني صدمة كبيرة صدمة يعني يوم حزين جدا يعني توقع اليوم دورينا الدوري العراقي بلا نادي الطلبة يعني ركن مهم من أركان الرياضة العراقية ما موجود يعني دورينا بلا طلبة يعني ثق بالله العظيم أستاذ هشام يمكن يعتصرني الألم يعني أنا شخصيا من البارحة لليوم والله العظيم يوم يعني ليلة أمس لم أستطيع النوم ثق بالله العظيم أحس يعني رغم ابتعاد يعني احنا فترة بعيدين عن الطلبة مثل ما وضح كابتن حبيب جعفر لكن ثق بالله العظيم انه أحس يعني فقدت جزء من عندي اليوم يعني احنا يعني تكلموا الكباتن اليوم احنا بصدد أستاذ هشام مو نلوم احد ولا نريد نسبب الإدارة وسبب الوزارة اليوم نريد يعني من خلال هذا لقائنا لازم نلقى حلول لنادي كبير نادي الطلبة اليوم مسؤولية الجميع أي حلول اليوم مسؤولية حسين السعيد مسؤولية حبيب جعفر مسؤولية حبيب عبيب مثل ما يقول جعفر مسؤولية مهدي كاظم مسؤولية فريق أنا شوية الصوت عندي ما واضح صار وشامل قاعد يتداخل ويا صوت يتداخل مع صوت آخر يتداخل وياه يعني الإخوان بالكنترول إذا تقدرون تحلون المشكلة ستسمعني كابتن عادل هسه أسمعك واضح هسه أسمعك واضح نعم كابتن عادل أنت تقول إحنا الآن نبحث عن حلول طيب ما هو النادي هبط نعم. إلى درجة أولى وجاز تصير العقوبات أكثر وأكثر أي حلول نتحدث عنها الحلول اللي نتحدث عنها اليوم هذا إحنا صرنا أمام مراقع يعني الفريق خلاص هبط اليوم شلون نفكر إحنا مسؤولية الكل اليوم نعمل بنكران ذات اليوم مسؤولية الكل شلون نقدر نعيد الطلبة مرة أخرى يعني نتحمل سنة بس مسؤولية اليوم الحكومة مسؤولية الوزير مسؤولية الكل مسؤولية السياسيين اليوم ركن من أركان هو هذا بصراحة هو هذا واقع الرياضة العراقية المؤلم اليوم احنا لازم كل احنا نتكاتف حتى انتو كاعلام مسؤوليتكم اليوم كل احنا نتكاتف حتى نسدد ديون نادي الطلبة نتحمل سنة بالدرجة الأولى ونعيده بأسرع ما يمكن تعرضت أحسن فرق بالعالم لهذا الوضع كابتن عادل شلون تعيده بالدور الممتاز يعني من اللي يعيد نادي الطلبة عادل نعمة وحبيب جعفر وفريد مجيد ومهدي كاظم اليوم أنا أناشد أبناء المبتعدين أناشد أبناء كل أبناء المبتعدين شو يريدون يسوون أبناء المبتعدين شو يريدون يسوون كل الموجودين هسا يعني قبل شوية الكابتن حبيب يقول إحنا ما بيدينا شيء مسؤولية كل واحد اليوم هاي مسؤولية أمام التاريخ يعمل بضمير بأخلاق بكل شيء من أجل إنقاذ نادي الطلبة يا أخي أستاذ هشام يعني كارثة هاي اليوم مسؤولية كل المسؤولين كل الرياضيين ترى مو بس جماهير الطلبة ولا لاعبين الطلبة هاي كل الرياضة العراقية هذا الواقع المأساوي للكرة العراقية للرياضة العراقية بصورة عامة اليوم يعني احنا حتى دا نسوي نعمل وانا مستعد اول واحد انا اليوم اللي احكي وياك
أنا مستعد من أرجع من أربيل نفتح صندوق تبرعات من كل الجماهير العراقية، حتى إذا ماكو مسؤول شيلة غيرت اليوم صندوق تبرعات، إذا ماكو مسؤول شيلة غيرت اليوم إحنا نساعد نفتح صندوق كل الجماهير العراقية. أنت تعرف كل زين أستاذ هشام، النادي طلب النادي الوحيد بالعراق اللي عنده مقبولية من كل الجماهير العراقية. اليوم جمهور الزوراء، جمهور الشرطة، جمهور الجوية، جمهور الميناء، جمهور النجف، هو الوحيد اللي يحب نادي الطلبة. اليوم صدقني خلال أسبوع واحد نقدر نسدد كل الديون، بس لازمك حلول جذرية. اليوم تجي ناس محبة للنادي. يعني احنا سابقا نتكلم عن الإدارات، نتكلم عن الإدارات السابقة. يتذكر حبيب جعفر هسه قاعد يمكم هدي كاظم، يعني كان عمر سبعاوي رئيس النادي، منو جاب فؤاد قسطنطين، وجاب سالم دخو، وجاب علي سقمن، وهم ذولي، جاب سلام القعود، هم اللي كانوا يديرون النادي. والنادي وصل نهائي آسيا، أول نادي عراق اليوم يلعب نهائي أبطال آسيا ويرفع اسم العراق. هذا التاريخ الكبير، هذا الذل الكبير اليوم يصبح جثة هامدة. هاي والله عيب علينا احنا اول واحد متكلم، وعيب على كل لاعب مثل نادي الطلبة. اليوم اذا ما نوقف وقفة رجل واحد، احنا اليوم ما نجي والله الناشد السبب الوزير والادارة ونتباكى، لا، اليوم نريد حلول جذرية وسريعة وفورية. وانتوا تساعدونا اليوم كاعلام، انتوا اليوم تساعدونا كاعلام، اليوم نريد نطلع بحلول، احنا نعيد الطلبة، نضحي بسنة ما يخالف، بس لازم نعيد وضع الطلبة لأستاذ هشام. كابتن عادل، انا اريد اسألك سؤال واحد قبل لا انتقل الى نعم. الى تقرير يخص جمهور نادي الطلبة. نعم. لو طلب منك نادي الطلبة تدرب ببلاش الدربة؟ ثق بالله العظيم وامام الجمهور الان وامام الكل، بالدرجة الاولى وامام وكلام شرف، انا هذا الموسم القادم بالدرجة الاولى انا مستعد عادل النعمة ادربه وببلاش. انا كلام رجل، وأنا مسؤول على كلامي، وأمام أحكي اليوم أمام كل الإعلام. أوكي كابتن، أنا راح أرجع وياك بالحديث عن هذا الموضوع اللي تكلمت عن صندوق تبرعات، واللي تحدثت عن موضوع أبناء النادي، وقلت أنا واحد من الناس مستعد وكلام شرف أدرب الفريق بالدرجة الأولى بين قوسين ببلاش. أحبتي المشاهدين، تابع هذا التقرير للزميل عروة عامر. يعني الأندية جاي تلعب آسيوية وأندية جماهيرها حاضرة التمرين وصفق اللاعبينها، وأنا أعالج زين، أنا صلي يوم أنا أعالج على فراش الموت، حد ما متت البارحة. دموع وكلمات آهات وحسرات، وداعا أيتها السماء، فنجمي لم يعد يضيء العتمة، أملي بائس حالك، ضاقت سبلي ذالفا دمعي على ليلاي، القلب يتألم، أنا الذي كنت أنيقا بهيا، آه على هذا الزمان جائر، ما لك وما لي، أنصفني يا حضرة القاضي، معشوقي حزين يائس، تلاطمت فوقه الأمواج بعد أن كان بين الكبار، الطلبة أظل الدرب، فتاه في طرقات موحشة أوصلتهم إلى دور الدرجة الأولى بكل قساوة. مطالبنا أولاً نطالب دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، ومعالي وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل، ومعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض، ومستشار رئيس الوزراء أياد البنيان. نطالب يعني نجلس وياهم إقالة نادي الطلبة، هاي النقطة أساسية ما نتنازل عنها. إقالة إدارة الطلبة، إدارة غير شرعية، إدارة مضى على فترة ترأسها للنادي من 2006 لحد الآن 14 سنة، ماكو أي إنجاز. يطلع رئيس النادي بالفضائيات ويقول أنا حققت الثاني والثالث والرابع، هو هذا إنجاز؟ لثلاث أسباب رئيسية اللي أدت إلى هبوط الطلبة، أولاً الإدارة وتخبطها وفسادها، وعندنا أدلة على الفساد. ثانياً بعض مقدمي البرامج الرياضية القنوات العراقية اللي تربطهم علاقات وصداقة مع علاء كاظم،
انا اكون مهني اليوم اعلامي، اكون مهني اوصل رساله هذا الجمهور المظلوم. وثالثا قضيه عدنان درجال، عدنان درجال يريد يقضي على الفساد وهو ساعد الفساد وادى الى هبوط نادي الطلبه اللي هو عدنان درجال. اطلع بالكرامه، هي الاستقاله مو من شجاعه الرجال؟ انت كونك اعلام رابع درجه بالبلد، ترى الاستقاله مو جبن، من شجاعه الرجل ان يستقال، من شجاعه الرجل. انت عزيز بوتفليقه، احمد حسن البشير، عبد الله صالح، رؤساء دول، الاتحاد المصري خساره وحده، انت شنو اللي سويته للنادي حتى تبقى على النادي؟ اتحاد مصر باكمله وافريقي خساره وحده من دور 16 من امم افريقيا هم استقالوا اجمع. هاي الاداره هسه لو تجيب منتخب في فرنسا وزيدان يدربهم ما يتوافقون ابد، يبقون مركز 14 15 يروحون عيد بسبب الدمار والمساومات على حساب الانيق. اللي تساءل ليش الطلبه شددوا وياه وما خلوه يعني يوم واحد، والوزير تحيه لوزير الشباب الدكتور احمد العبيدي لانه واقف ويانا ولا يزال واقف الرجل. ليش الرجل يعني ضمان حكومي وبحجم وزير الشباب والرياضه في العراق وما وافقوا؟ بس هذا التساؤل اتساله. زين هي الوزاره المصيبه، وين المصيبه؟ الوزاره مو جت فتره من فترات اكو دعم للنادي والنادي الأسوأ. هو حتى اللي رئيس النادي الناس اللي يختاروا وياه مو رياضيين. هسه اليوم انت جايب اعضاء هيئه اداريه غير اجيبه اليوم يقدم لي يسندني؟ شنو تجيبه؟ انت تجيبه عبء على النادي جاي يجيبه؟ انا عباس قل من وراء اعلاني، انا حتى ما جابت امي لحد الان تتعب الطبه، بس من وراء ما بعد ما حبيتها. ها ما ادري يعني دم النادي الطلب هو ما شو اسوي له؟ شو اسوي له يعني شو اسوي له؟ بين كاظم ودرجاله ووزاره التعليم والاتحاد رفعت اصابع الاتهام، عتب على نجوم الأنيق الذين تركوه بلا رفيق، الحال مزرية جدا، شحت الدنانير فغاب التخطيط، حضر التخبط، فنطق الواقع بلسان الاتحاد الآسيوي، لا يسمح للطلبة المشاركة في دوري الكرة الممتازة في سابقة لم تشهدها الأوساط الرياضية المحلية. اعترانا الحزن، العين بصيرة واليد قصيرة، فهل انتهت المسيرة؟ عروة عامر، العراقية الرياضية. شكرا لعروة عامر. هذا حال جمهور نادي الطلبة. الآن وصلت لنا معلومة بالمناسبة بالحديث عن جمهور نادي الطلبة، الآن متواجد في وزارة الشباب والرياضة أو منزل وزير الشباب والرياضة لوضع حل، ويمكن قبل يومين أو يوم وصل كتاب من الاتحاد الآسيوي اللي يرفض أي وساطة أو أي تعهد من وزارة الشباب والرياضة أو بشخص السيد الوزير بخصوص نادي الطلبة. انتهى الموضوع، أنت جمهور نادي الطلبة رايحين البيت وزير الشباب والرياضة، يعني شو يريد يسوي لكم؟ وانتوا شو تريدون تسوون؟ كابتن حبيب شنو الموضوع؟ يعني الموضوع استاذ هشام احنا كنا نتحمل بعد انتوا تتحملون؟ مضبوط، اي احنا هم نتحمل لان احنا ابتعدنا، احنا هم ابتعدنا صراحه، يعني احنا من صارت يعني يصير الكلام مرات نبتعد احسن. ايش قد نسبه تحملكم؟ احنا وياهم يعني الوزاره تتحمل، الاداره تتحمل، حتى الجمهور يتحمل. الجمهور ايضا يتحمل. ليش الجمهور يتحمل؟ طبعا الجمهور يجي للملعب مرات، الفريق يريد يقدم، يريد يلعب، يفشلون على اللاعبين ويغلطون على المدربين، وعايفين هوايه امور ثانيه، فهم يتحمل المسؤوليه، بالاضافه الى الوزاره تحمل العبء الاكبر لانه ما قدم. بالاداره الجمهور عندما مثلا يكون على مدرجات الملعب ومثل ما قلت يسب او يشتم، وهذا بغضا بالاداره. زين هذا شيء صحيح؟ انا اليوم مو صحيح انا اغلطاني، انا اليوم انا الفريق اذا مو زين او مثلا فريقي خسران خلي انا اجي اساعده، اجي اقاومه حتى ما يوقع الفريق. شوف هسه احنا كم مره مادي موجود، كم مره الفريق يريد ينهض بس يصير بعض الجماهير يصير ضده، فشو يسوي؟ يهبط معنويا، يهبط هو، لا محصل فلوسه ولا يعني مطينا دعم قوي حتى يقدر يعني. بالاضافه الى الوزاره، احنا ترى انا كم وزير هسه اجى هو على على على, على, على نادي الطلبه؟ خمس وزراء. شنو اللي سووه نادي الطلبه؟ عدل عجيلي مو مادي؟
هذا العجيني، بس العجيني هو اللي قدم دعم بذيك الفتره. واما من هسه اربعه اللي ورا العجيني، كم واحد مو اربعه كم سووا؟ شنو اللي سووا؟ فاكيد يعني احنا الوزاره تتحمل اللاعبين الاكبر، تجي الاداره، ويجي احنا اللاعبين الدوليين ايضا نتحمل، لانه ابتعدنا عن النادي وخلينا الاداره تشتغل غلط. تتحملون جزء كابتن فريد، يعني بالتقرير شفتك عينك دمعت من شفت هذا الطفل. لا هو حقيقه يعني الجمهور الانيق، يعني اللاعب يعني الاخوان اقدم من عنده اكبر من عندي، يعني جمهور الطلبه امانه ما يستحق، لان هو انيق يعني صراحه، انه جمهور الطلبه يتذكر ابو علاء من كان ينتهي التمرين. بس كابتن حبيب هم يحمل الجمهور. لا لا هو الكل تتحمل، يقول انا متكلم الفريق يريد يقدم، يقول موجودين على المدرجات يسبون ويشتمون. خاطر نقطه وياك استاذ هشام، هي الكل تتحمل، قال لك ابو علاء وحتى احنا كنجوم نتحمل. يعني النقطه الاولى بدي من كابتن عادل تحياتنا له، انه النقطه اللي انطلق بها انه نجمع شنو الطلبه، لا الطلبه لا الطلبه صاحب فضل علينا انه نقدر ابو علاء امكانيته قد يقرا حسب اني حسب امكانيتي، ما اكو لاعبين نجوم محترفين. انا اعتقد حتى الفرق البقيه الزوراء والشرطه اكو نجوم كبار الله مفضل عليهم ان يقدرون يساعدون نادي الطلبه. هاي نقطه. النقطة الثانية، من خلال الصورة الواضحة بالنسبة للشارع الرياضي، مسألة الطلبة مسألة تصفية حسابات، وجهة نظري يعني تصفية حسابات. تصفية حسابات ليش؟ اي اولا يعني حتى الجمهور دخل عدنان درجال بقضية، عدنان درجال ما جاء على قضية نادي الطلبة، ما له علاقة، رجل قاعد يمشي مسار عنده قضية أخرى باتجاه اتحاد كرة القدم. القضية الثانية لو نريد نتكلم على التراخيص، انا اجزم لك انه اغلب الفرق العراقيه اذا مو نصها وثلاث ارباع انه ما يستحقون تراخيص، لان كل فريقين يدربوا ملعب، كل ثلاث فرق بملعب. من تجي يعني الاتحاد يعني فتره من الزمن كان قال لك مهدي، كابتن مهدي قال لك فتره من الزمن اكو عقود قديمه انت راكنها، لان انه علاء باتجاهك، لما علاء راح لسويسرا طلعت هاي العقود. نعم اكو شكاوى قديمه، نعم اكو بس الشكوى اللي تمر عليها سنتين، يعني هسه اكو شكاوى تروح اكو شكاوى تنتهي. لا لا ماكو هيج قانون، لا اكو هذا لا لا موجود، لا لا ماكو هيج قانون شكوى تطول سنتين. انا اليوم اقدم لاتحاد كره القدم كمشتكي على حبيب جعفر، ما عندي شخصيا ويا حبيب، عند ابو علاء وعندي كرئيس نادي، اقدم شكوى عليه اجراءات سريعه بدون مجاملات، بدون حسابات، بدون انه اعطيك صوتي وتعطيني صوتك، بدون الان اعمل ضمن منظومه. هاي تصفية الحسابات دخل بها. النقطة الثالثة أنا أقول إنه نزار حسب ما أسمع، يعني صراحة ما سمع يعني من خلال الأخبار، وإنه سمعت إنه عدنان ينسحب من القضية ونادي الطلبة يرجع على قضية إنه المشتكي عدنان درجة. هاي قضية يعني للأمانة إنه فريق الطلبة الآن مو لعبة بيد الاتحاد وبيد الاتحاد الآن، نعم يتحمل إدارة الطلبة وفريق الطلبة يتحمل، بس الآن مو لعبة، هذا فريق الطلبة الآن مطلب جماهيري. نزار المحامي قتل. نزار المحامي إنه عدنان درجال يسحب قضية، أخي عدنان درجال ما له علاقة، وجهة نظري عدنان أصلاً متفضل إنه قاعد ويا قصي السهيل لدعم نادي الطلبة، إنه بنجي على إدارة الطلبة. لو أني هسه ما قلت لك اشتغل بالعمل الإداري، بس لو أني إنه أكون فريق أجيب مثلاً كابتن مهدي وكابتن حبيب إخوان كباتن، أنا عندي 300 مليون على مود ابقى بالدوري، اقل شيء يحتاج لك انت 500 مليون، تحسب 20 مباراه انت خارج يحتاج لك 500 مليون. زين اسوي فريق شاب، اقول للجمهور انا عندي 500 مليون، ما اقدر انه اخذ الاول ولا اجيب ابو علاء واوقعه ب 200 وش اعطيه؟ اعطيه 25 وبعدين انه تخلق لي هاي المشاكل، اشتغل حسب الامكانيات. اشتغل حسب الامكانيات اللي عندي. هذا حكيك هذا يعني انا ضده. نعم ترى ليش؟ نعم لانه احنا سويناها يتذكر مهدي، انت فريق جماهيري ما يتحمل الخساره، ما يتحمل انت تجيب لاعب شاب تتحمل تنزل؟ ها؟ تتحمل تنزل؟ هي هسه تنزل انت تنزل هاي واحد هاي تنزل لان انت ما اعطيت المبالغ اسمح لي، اذا تنزل اليوم بنتائج يعني انت مهما يكون مع احتراماتي للفرق الحسين مثلا والفرق البقيه مثل السماوي محافظاتك كلها على راسي، بس بظل الظروف اللي باي ظروف موجوده انا اجزم لك حبيب جعفر انت على نادي جماهيري، بس انا قاعد اقول لك اذا ماك فلوس اواجه الجو، اذا نزل الجمهور ما يقبل استاذ هشام، بعض من اليوم احنا موجودين، اليوم موجودين ونازل فريق الطلبه انه عن نتائج
كان عندنا كلام اخر، كان قالت الاداره واحنا كان قلنا ان فلوس ماكو. يعني ما تخطيط مو صحيح. تخطيط مو صحيح. تخطيط مو صحيح. تخطيط مو صحيح. هو انت المفروض انت عندك 600، انت على ضوء ال 600 تقدر تجيب اللاعبين، مو تقول لي 300 300 شو تجيب بها؟ هو ما يقدر، انا قاعد اقول لك انه علاء ليش ما يقدر يجيب ابو امير؟ ما قدر ليش استاذ هشام؟ لان يقول لك اللاعب يعني اعطيني هسه ابو علاوي موجود كابتن حبيب، كان انا لعبت بالطلبه قبل السقوط. اخي اللاعب قبل البرازيلي بمليون ونص، وعقد ابو علاوي لازم تجيب له ثلاث سيارات، ويحكم بنادي الطلب، هاي قدام احكي، يحكم، شلون ادخل النادي الطلب وابي حبيب انا لاعب شاب ادخل، اللاعب الشاب عقده مليون ونص، هاي الاسماء اللي ذكرها عادل. اسماء رنانة كانت بالنسبة لناس رجال اعمال، يعني انت بتتكلم على بيت القعود، انت تتكلم على احمد المختار، تتكلم على هذا طبيخ، يعني الطبيخ، يعني ناس، يعني انت تدري من يخلص التمرين انه انت وانت طالع تتوزع عليك الفلوس انت كلاعب شاب؟ تدري لو ما تنساه هشام. عدم التخطيط وقع على اسمح لي تفضل تفضل كابتن مهدي تفضل. يعني نقطتين انا اتكلم بها على الاداره السابقه اللي يتكلم، ذولا عندهم اموال يعني تعرف، يعني ممكن الاداره تحتاج، اللاعب يحتاج، ممكن انت عندك سيوله تمشي امورك. الان بعض اداره الطلبه يعني ما يستحقون، يعني بصراحه فريق شعبي ما يصير يصيرون عليه، يعني اعضاء الاداره، يعني اعضاء اداره نادي الطلبه 70% 70% من عددهم يعني قريب عليهم، يعني يعني ما ما يستحق ما يستحقون يديرون فريق شعبي. اي لا عندهم اسماء ولا عندهم ولا فايدين مثل للنادي او رئيس النادي. ممكن انا بالاداره ممكن تحتاج انا اشيل لك مبلغ او ظرف يصير بالفريق اقدر اعينك، ما يعني ما بيهم فايده بصراحه. انا قريب يعني ما متمكنين حتى يقدرون يعني يعينون اسماء، يعني الاسماء اللي كانت مشكله. لا شنو وجودهم؟ وجودهم يعني هيك تكميلي بصراحه، يعني تكميلي، يعني تكميلي للاداره. هذا من يتحمل على كاظم نفسه؟ مو يعني هو الاختيارات لا مو الاختيارات، ما حد قدمه بصراحه. يعني مو قلت لك احنا موضوعنا مال الاداره، يعني ما بي مادي، يعني ما بي ماده، فكثير ما حد يوصل للاداره بصراحه. صح. وشغله بدي احكيها على كابتن عادل، يعني احنا مال التبرعات، احنا يمكن انا وحبيبي البارحه بالليل واحد يخابر الاخ، يمكن صار لنا يومين ثلاثه مو سهلة علينا، يعني نادي الطلبة ووضع الطلبة شو راح يسوون؟ مستعدين إيه اوكي ما يخالف، شو راح يسوون هسه؟ انا راح ارجع للكابتن نعم. عادل حتى اتحدث وياه بموضوع. لا انا بس استاذ إيه اوكي انا مستعد. شنو الآلية اللي راح يسوون عليها صندوق تبرعات؟ الآلية صندوق محاضرين النادي الطلبة والجمهور الطلبة شو يريدون؟ إيه شنو الآلية؟ شنو الآلية؟ ولو انا وصلت رسالة انت وزارة التعليم إيه؟ لازم وزير التعليم الآن بالأردن بصراحة، يعني يخابروه ويروحوا له بالأردن، يعني هي بدأت الانطلاقة من وزارة التعليم، من الأموال الرئيسية لنادي الطلبة. ممكن انا فريق القاسم، نادي القاسم قبل ايام كنا به محددين كل مجلس محافظه 1000 دينار يقطعوا الراتب، يعني شغله بسيطه. انت وزير التعليم العالي هاي كان من الموظف كان خلصت المشاكل كلها، هاي بس كتاب واحد كل موظف او مدرس او استاذ. اكو موظفين يستكثرون. ايه 500 يستكثرون صحيح، وال 500 دينار يستكثرون. اذا انت وزير وعندك امر كتاب علي الاسدي موجود، قلت له ليش ما يسوون عمليه الاستقطاع بوزاره الكهرباء؟ حالكم حال بقية. يقول ما بس صارت اعتراضات على هذا الموضوع من الموظفين. استاذ هشام اذا تأمره بكتاب، يعني كل راتبه مليون ونص، شنو قيمة الالف؟ نادي القاسم تحياتي لهم واتمنى لهم موفقية. يسوون يعني هجمة الكترونية يقولون القرار هي تتبع الوزير. اذا وزير قوي ويقدر يمشي كلامه هسه انت مثلا للدفاع والشرطه مو جاي يستقطعون النفط والجويه. استاذ هشام بالنسبه لديون نادي الطلبه وجهه نظري مليار مليار ونص، اذا شكلت لجنه يعني من النخبه من النجوم كابتن عادل والاخوان مثل تجيب محمد ناصر كل مهدي كريم كل علي وهيب كلهم سواء المعارضين او المؤيدين. هم والله ما راح تجتمع مليارين بس ما راح تجتمع بس تجتمع بس خليك كمل استاذ هشام حاضرين. لا والله ما تجتمع ويا جمهورنا وين ما يريدون احنا وياهم ما تجتمع خدمه شايتك احنا شايتك منطقيه. ليش اكو معارضين ما يردون؟ لا ما تجتمعون لا لا تجتمعون. ذاك اليوم احد الاخوان هسه ما اريد اذكر اسمه، احد الاخوان رفض انه يدخل باتصال هاتفي لشخص موجود باتصال هاتفي. ما قبل يدخل. انا قصدي بس اريد اوصل لك نقطه، انا قلت تشكل لجنه
من ابناء الطلبه وعمالقه الطلبه. انت تتكلم على حبيب جعفر هو تاريخ الطلبه، يعني مع احتراماتي كل احنا اللي لعبنا للطلبه حبيب يعني رقم واحد بالنسبه للعشاق ومحبين الطلبه. انا اقول تشكل لجنه براسه ابو علاوي كل اللاعبين اللي لعبوا نادي الطلب اول واحد انا بالنسبه لي صاحب فضل عليه، مو على كانوا صاحب فضل ولا محمد الهاشم، نادي الطلبه شعار الطلبه، انا لعبت للطلبه ما لعبت حبيب جعفر ولا لعبت المهد. رزقي من رحت القطر والايران يدري الرجال بالقوطه عن استغناء الله يحفظه نادي الطلبه. فش اقول اني الكل تتبرع، هسه تقدر تتبرع لك ب100 تقدر تتبرع لك ب10 ملايين، اضافه للناس اللي طلعت اللي قالت كابتن فريد هسه انا اتبرع ب500 مليون عماله ما ادري من اللي قال من اللي قال كلها طلعت انا ما اذكر اسماء الناس اللي طلعت لا اذكر اسماء احنا بوقت هسه ما نذكر اسماء لا انا مو خوفا انا قصدي اكو ناس مشكورين يا اخي اكو مثلا تحياتنا لعلي هادي قال انا اعرض بيتي هسه انا ما اريد ابيع بيتي اريد مبلغ بسيط ومستعد علي هادي مثلا صباح الكناني ايش قال وقال انا سيد نادي الطلب مو الداين ما اريدك تداينني نادي الطلبة وين ساجد موجود موقفه اسمح لي يونس محمود وين يونس يونس ملكيته كلها منين من نادي الطلبة وينه يونس ما موجود هسه بس فهمني يونس رجال عنده عمل ما اريده يجيني انا اريد محمد حبيب جعفر هسه نادي الطلبة قابل يدز عليه اللي موجود قاعد بالكابتن وين يونس قاعد اقول لك يعلن لجنة شو ساكت يونس محمود هسه هسه يونس احنا ما لنا علاقة قاعد شنو نادي الطلبة واقف على يونس عمالقة الطلبة قاعدة يمك استاذ هشام وهسه قاعد تقول ملكية يونس من ورا الطلبة ملكية حبيب ملكية فريد وملكيات احنا يوم دخل اكثر من مره على الاداره هذا ندي فضل علينا انا بس ابدا انتقل للكابتن عادل نما ونرجع بهذا الموضوع المهم كابتن عادل يعني الان الاخوان اتفقوا ولو انا اريد احكي عن المستقبل مستقبل النادي وانت ذكرت بانه انا واحد من الناس اللي راح ادرب الفريق مجانا بالدرجه الاولى بالموسم المقبل هسه وصلتنا رساله من الاخ حيدر الانيق الشارع يقول احنا في منزل وزير الشباب والرياضه حاليا من اجل اخراج الاداره فقط وتعهد الوزير بذلك وبشكل قانوني كون توجد فقره قانونيه هذا اللي عملته الاداره في النادي ديون والنزول للدرجه الثانيه يعتبر تقصير اداري وفساد اداري ومالي تفضل كابتن عادل اولا يعني يجب الان يعني يصدر قرار يعني خلال اقصى شيء خلال هذا الاسبوع شنو هذا القرار تشريع قانون جديد النادي الطلبه سواء من وزير التعليم العالي اللي احمله مسؤوليه بشكل كبير بنزول الفريق تشريع قانون من قبل وزير الشباب والرياضه يعني خلال هذا الاسبوع اقصى شيء استاذ هشام لان المساله اذا يمر عليها اكثر يعني بس يمر عليها شهر شهرين راح يندثر نادي الطلبه وراح ينتهي نادي الطلبه ويصبح حاله حال نادي دهوك يجب الان خلال هذا الاسبوع واحمل يعني اكرر احمل مسؤوليه لاعبي الطلبه الكل اليوم يشرع قانون حتى عندما يشرع قانون راح ينطي فرصه لكل الناس محبين نادي الطلبه اتكلم عن خاف يعني اذكر اسماء وانسى اتكلم عن علي وهيب ابو قحطان كثير وحبيب جعفر ومهدي كاظم وصباح الكل وعن يونس محمود ومهدي كريم وفريد الكل بدون استثناء الان عندما يشرع قانون والقانون يخدم ويسمح لهم بالدخول نستطيع ان نشكل لجنه واللجنه من قبل ناس تتمتع اولا بالنزاهه تتمتع بالشجاعه تتمتع بالكفاءه تتمتع بكل صفات الانسان الحقيقي العادل بين ما شكل اللجنه مرت عليها شهرين ثلاثه تكون عندها مقبوليه من قبل الكل استاذ هشام اليوم حتى يعني شخص اجيب اللاعبين القدامى شخص اليوم من الاعلام من شبكه الاعلام العراقي من الاعلام من كل الاعلاميين الكل تشترك اليوم هاي مسؤوليه الجميع نشكل لجنه خلال هذا الاسبوع وانا متاكد شوف المبلغ استاذ هشام صدقني ثق بالله خلال اسبوع 10 ايام وما نحتاج لاي مسؤول راح يتجمع هالمبلغ تعرف ليش لان كل الجماهير العراقيه ونوجه نداء اليوم ونشتغل من خلال الاعلام كل جماهير العراقيه راح تتبرع اللي يتبرع ب 5000 وب 10 وب 1000 وب 100000 وبمليون على قدر المستطاع صدقني المبلغ خلال 10 ايام واني اضمن خلال 10 ايام المبلغ بس بشرط يعني دخول علي وهيب ودخول حبيب جعفر ودخول انت هسه قل الشخص رفض اتصال رفض وحقه انا هسه اقول لك حقه يرفض تعرف ليش؟ لان الان الناس منتظرين انه يشرع قانون لنادي الطلبه اليوم
باكر اليوم بالليل هسه وزير الشباب خلي يصدر هسه يسمعنا وزير الشباب النادي وزير يعني معقوله استاذ هشام اليوم مسؤول ما يقدر يعني هاي الفوضى نعيش هاي الفوضى معقوله يعني ماكو قانون تحكم الانديه يعني احنا نعيش الان بمزاجيات وبس يعني نعيش بفوضى عارمه يعني نادي الان نادي الطلبه يا اخي هذا الكيان يقتل ويذبح والان الكل تتفرج مسؤول وزير شباب اليوم انت مسؤوليتك انت وزير يعني يا اخي يا وزير شباب اليوم انت تتصل بشيخ سلمان يعني وتريد تسد المبالغ هي يعني مثلا انت شنو يعني المساله عشائريه تاخذ عطوه يا اخي انت اليوم امام قانون لجان الاتحاد لازم عندك مستشارين وعندك قانونيين وتعرف حتى تخرج بقوه القرار اليوم لازم قرارك قوي يكون انا والله مو اتصل بشيخ سلمان واخذ لي مجال يومين الان اللجان احنا شوف العالم وين وصلت واحنا وين صار هشام انا اتوسل وهي الناس مصدره قوانين هو قبل 10 ايام قبل شهر صادر القرار واحنا الان نتوسل يعني حتى قوه القرار عندنا اليوم ضعيف جدا استاذ هشام يعني للاسف يعني وصلنا الناس اللي تقود الرياضه بهذا المستوى للاسف الان يرادنا يعني المفروض مساله الطلبه الصحه الكل يرادنا اليوم نهوض يعني مثل ما قال يعني كل الاخوان اتفقوا وخصوصا اتفق الاخ يعني اتفق بشكل كبير مع الكابتن فهد المجيد اليوم يا اخي نشهد ضعف اداري رهيب زين انا يعني نقطه بس اعقب عليها انا ما عندي اموال اليوم انا ما املك اموال يا اخي اتعاقد ويا كل سنه يتكرر نفس الخطا يعني ما سواد من اخطائي انا ما املك الاموال وكل سنه اجيب اتعاقد ب 300 مليون و 200 مليون و 100 مليون وانا ما عندي اموال زين شنو النتيجه شو راح تكون النتيجه بدل ما انه اشتغل وفق ما املك من اموال واحافظ على اسم كيان وتاريخ نادي الطلبه وجوده بالدوري هو هذا كافي صح قال كابتن حبيب قال يعني انه الجمهور ما يقبل ما يخاف يا اخي مو قاعد اعيش واقع والواقع لازم يفهمه الجميع وانا ايضا أحمل قسم من الجمهور يتقبل المسؤولية تعرف ليش؟ لأن إحنا من إجي أنا ولد الطلبة ندخل للنادي يعني أنا هسه أتكلم عن تجربة شخصية وحد يتكلم عن تجربة شخصية ومادي كان يتكلم عن أنا الموسم الماضي قلت الطلبة وفقط مباراتين النفط والجوية إجاني الجمهور قال إذا أنت فعلا محب للطلبة وتحب الطلبة وبالنادي الطلبة اترك يا أخي اطلع من نادي الطلبة إحنا إذا إحنا ولد النادي ونريد نقدم للنادي إيه؟ والجمهور ما يرغب بينا شلون راح نقدم المساعده يعني شلون بنقدر نعمل شلون قالوا تريد يعني نصا استاذ هشام نصا يعني الجمهور اجاني نصا قال لي تريد نسبك ونفشل عليك ونغلط عليك ابقى اشتغل تريد تحترم نفسك وتبقى انت محترم عندنا اي تفضل نقاش مفتوح فاكرر استاذ هشام حتى نطلع يعني الكابتن فريد عنده مداخله وياك كابتن عادل مو فقط يعني والله تاريخ ونادي طلع لا 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 انا اردت لعب حلول ان يصدر قرار من وزير التعليم العالي ان يصدر قرار من وزير الشباب ان يصدر قرار مشترك اليوم من اجل انقاذ الطلبه وحبيب جعفر موجود وفريد موجود ومهدي موجود ودكتور خلف كريم موجود وعلي وهيب موجود وكل الشرفاء موجودين بس ما راح وكل ابناء الطلبه موجودين انا هذا رايي الشخصي اذا صدر قرار القانون اليوم راح اشوف باكر ما راح تشتغل اضمن خلال اسبوع 10 ايام راح المبلغ رايي الشخصي مسدد لكل اللاعبين واكيد اليوم استاذ هشام ما راح تجتمعون بس ابد نقطة حتى اللاعبين اللي يطلبون اذا شرع اليوم قانون حتى اللاعبين اللي يطلبون راح يساعدوننا بشكل كبير راح يساعدون النادي بشكل كبير وراح يتنازلون عن قسم كبير من مستحقاتهم وانا متاكد لان عندهم انتماء حقيقي وهو شوف وهو يعني نحكي بصراحه ترى هم يعني هم حتى اللاعبين اللي يطلبون هو رزقه حقه بس هو نتيجة الوعود الكثيرة وما حد وفى بها هو اللي خلاهم يتمسكون بالشكوى مالتهم. ايه تفضل كابتن فريد. طبعا هو مشكور وزير الشباب بس كابتن عادل طرق النقطة جوهرية اللي هي القانون. يعني اليوم انت ما تتعامل بشكل عشائري مع احتراماتي كل احنا ولد عشائر وننتمي لعشائرنا الكبيرة. اليوم تتعامل ضمن قانون يحميك كمدرب ويحميك كلاعب. النقطة الثانية اللي مر بي كابتن عادل يمكن مر بي كابتن حبيب وكابتن مهدي انا هسه كمدرب شاب اشتغلت بالطلبه وطموحي ان اشتغل مدرب بطلت كره القدم اكثر من تليفون واكثر من تهديد انه لا تدخل النادي الطلبه هسه ما اعرف انه مشكلتهم يمكن انا احبك ونحترمك كابتن فريد بس لا تشتغل بنادي الطلبه
ممكن وصل لك اكثر من تهديد. ايه يعني يخابرون اكو ناس تحترمنا وتقدرنا مثل مثلا ابو علاوي يحبنا، بس كمثال جمهور انا احكي ايه؟ نطلب النادي الطلبه زين، انتم من باب قسم من جمهور الطلبه قاعد يحكي لا لا هذا التقرير اللي شفناه ليش يبكون؟ ترى بالمناسبه جمهور الطلبه وللامانه اقول لك ايه؟ قسم منعتهم ابو علاوي وكابتن مهدي وانا نعرفهم والجمهور نفسه يعرفهم، يعني اكو ناس بجمهور الطلبه من صح يمكن قاعد بالبيت بس محترق دمه ما جاي، احنا تركوا جمهور بجمهور الطلبه قدامه اذا يهددون مدرب ويهدد لاعب ليش؟ مو هو مو هو شو يقول الجمهور؟ يقول انا إيه؟ كابتن حبيب ليش انت مو من النادي؟ تعال وبعدين من اجي اريد ادخل مثلا اريد ادخل اريد يعني هسه انت حسبك على اليمن مثل ما انت وي على من تجي تقعد مثلا وي على شوفه زين مثلا تقعد وياه تريد انت تريد تدخل بقوه وي على تناقشه تقول له عندك اخطاء زين هو الجمهور اصلا ما راغب بك انك تشتغل وي على هو ما دام احنا ولد النادي احنا ولد النادي وين نروح؟ للنادي النادي يحتاجك مو تروح له؟ اكيد زين ليش من تروح له ما يستقبلك الجماهير؟ اطلع لان انت جابك على اطلع انا قاعد يقول انا اول عام انا اول عام نفس الحاله انا اول عام وقفوا لي بالباب ما تبقى والله العظيم ويا حبيب جعفر ايه هاي يحكي لك واحد وشوفوا الجروبات الغلط والافشار بالفيس انا انا بالفتره هاي الفيس لغيته اصلا سنه كامله انا ما فاتح زين فهذا يعني هذا وضعنا اكو نقطه من كابتن عادل الطرق بها وكابتن مهدي يعني ما شاء الله هم اللي يقومون بهذا الكابتن عادل بالمناسبه ايش قد ديون الطلبه اذا شكلت لجنه اوعدك انه اكثر لاعبين اللي يطلبون اذا مليار يصير 500 يصير تدري ليش ترى اللاعبين للامانه ترى المشكله مو اللاعبين محترمين جدا اذا كابتن مهدي وبعلا وعادل ياثرون عليهم مشاكل ثانيه تتعلق بالتراخيص الاسيويه مو مشكله هي مو مشكله فلوس ودين واللاعب يطلب لا 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 هو جاي انا قصدي لا انت والنقطه الاولى هسه احنا نتكلم على يا موضوع انه نفك الدين شلون تفكون الدين؟ نقعد ويا اللاعبين، احنا نجمع ولد النادي نتفاوض مثلا فريد يطلب 100 كابتن عادل وكابتن مهدي وكابتن حبيبي شكلون لجنه حتى الولد المعارضين ما لنا علاقه احنا نداعي للشعار ما لنا علاقه هاي اللجنه الاداره قوتها ان شاء الله عادل النعمه وحبيب جعفر ومهدي ابو هيلة الاداره الحاليه راح تقبل بيها؟ يا اخي هم هاي لازم يعني هاي لازم تصير قاعده يقولون انتم تعالوا تشتغلون بكيفكم استاذ لا هم من حقهم طبعا خلينا نكون واقعيين هسه موجودين يعني هسه مثلا سؤال خلينا نكون واقعيين مثلا هسه اذا شكلت لجنه مثلا على عارضك لا احنا ابو امير هشام قانون اليوم حتى يسمح للجميع انه يعمل نعم استاذ هشام احنا هاي يعني اللجنه تصير يعني احنا شنو هدفنا؟ يعني احنا هسه في مشكله غير خدمه النادي النادي مر بمرحله وعلينا كنا حاضرين اذا يعني نعاهد الجمهور المسؤولين كنا حاضرين بخدمه النادي لان هذا بالتالي هو نادينا هسه احنا كابتن حبيب بالتلفزيون وبالمشجعين وهسه بالفيس يحكون يعني تعرضت مثل ما تعرض له كابتن عادل نعم احنا العامان وكابتن ثائر هواي محبينه يعني اذا تحبونه هذا لا تجون لنا يعني اتطرق هواي هاي الامور كلها صارت بيني بس احنا هنا عندنا موضوع عندنا مصلحه النادي فوق كل شيء لا مهدو لا علا ولا فلان مصلحه النادي هسه شنو نسوي اللجان انقذوا الانيق ايه هاي اللجان واحنا حاضرين بصراحه يعني احنا حاضرين كل شيء ومع الجمهور انقذوا الانيق مع الجمهور وين ما يريد يعني وين حاضرين لاي وزير بس احنا نتمنى وزير التعليم يعني يجي يعني من بالاردن يجي خاطر حتى نسوي جلسه ويا مهدي مشكله نعم؟ نادي الطلبه راح تنحل باقاله الاداره اذا نزل الفريق هذا السؤال راح اوجهه لكل الاخوان موجودين بالاستوديو حاليا ما مشكله تنحل. نادي الطلبه راح تنحل باقاله الاداره او استقاله الاداره حاليا اذا هاي الظروف ما تنحل اذا هو نازل على الاولى شلون تنحل؟ لا اكو قانون هم يعني انت حتى اذا تدفع المليار و700 ايضا لازم انت يراد لك مليارين على مود التراخيص نعم هاي منين راح تجيبها يعني حتى اذا طلعت الاداره ايضا الوزاره لازم تتدخل بهذا الموضوع هي الوزاره صعبه يعني الحل يم الوزاره استاذ هشام الحل يم الوزاره انا اقول اذا توفرت امكانيات ماديه عاليه تنحل مثلا يتدخل رئيس الجمهوريه رئيس الوزراء نعم إقالة أو استقالة الإدارة بالحالتين نعم. مشكلة نادي الطلبة راح تنحل هذا على الاتحاد الآسيوي يشتغل ضمن قانون وضوابط ما العلاقة بالاتحاد الآسيوي لا إدارة بالمستقبل لو هسه يعني كالفريق نازل هو الفريق نازل نازل إيه إيه واستقالة الإدارة أنا أتحدث توفرت أمور مادية
توفرت امور ماديه هسه بهذا الحال. هسه الفريق هبط ويعاني من مشاكل. اي اعرف يعني الناس راح تدعمه لو ما دعمه راح يخف الضغط على النادي. إيه؟ راح يبقى الضغط. لا لا شنو بقصدك من الجمهور؟ جمهور الجمهور واسه كله الحاله بصوره عامه. لا لا هو استقالة او استقاله الاداره. لا هسه هو الجمهور طالع انه ما يريد منه الإدارة ما يريده. إيه؟ بس انا قصدي انه هسه مثلا نزل الفريق وبهاي الظروف الماديه مثلا شنو طلب ياخذ الدوري بهاي الظروف وينك دوري انا قصدي رجع السنه تجي رجع السنه تجي بدور الممتاز بهاي الظروف بال 300 مليون ايش تتوقع طلب ياخذ دوري؟ لا ما لو يبقى 20 سنه ما ياخذ دوري. لا اذا ما يصفي وضع المادي ويا اللاعبين ويا اللاعبين ويا كل اموره هذا اعاده تصفيه. عاد استاذ هشام احنا هاي بنادي الطلبه صار مراحل نمر بيه يعني كل الانديه رصيدهم بالمصرف يعني هسه شوف النفط الشرطه ليش يعني بس هاي من طلبه من قالوا صار لنا فتره وعود وماكو. انا اقول لك انا كنت بالتدريب مرتين وزير التعليم العالي حضر ووعدنا قال اسبوع الاخ واللاعبين يعني حتى انا للطرفه قلت لهم على عذابي الراد ان هذا ابو الشرقيه هذا الفريق ضحك بها الكابتن عدنان درجال والوزير معاناه لاعبين 8 اشهر ما ياخذ راتب وما ياخذ ولا فلس. الكابتن مهدي اشتغل بالعمل الاداري هسه جزاء له بعلاوه ما اشتغلنا قريب عدنان درجال شنو؟ هسه انا اريد ارجع على عدنان درجال او اريد ارجع على يونس محمود داعم عدنان داعم ها داعم لنادي طلبه انه بعلاقته مع الدكتور قصي سهل وزير التعليم العالي ولهذا هبط النادي. لا لا اي هو علاء كابتن علاء يعني يعني حس وزير التعليم مع كابتن عدنان درجال علاء توجه له هذا لا صار شايته مضبوطه علاء توجه لان يعرف كان وزير التعليم يعني علاقته بعدنان بعلاقته بعدنان درجال علاء قال ممكن هاي الشغله تخدم النادي بالعكس دفاع ضريبه ضر النادي يعني انضر النادي وجهه نظري 90% لو على ما رايح عدنان درجال ما يقدر يضغط على الوزير يحصل له كم مثل ما يقولون كم فلس. استاذ هشام المشكله الرئيسيه انا حكيتها هذا القطع ل 1000 دينار لو مسوي كتاب رسمي ما عندهم اليه وصلاحيه ينطون الكابتن عدنان درجال ما يقدر يتوسط عند الوزير يطلق الاموال الموجوده لرصيد نادي الطلبه. هم على اساس يعني دفعوا لهم هاي الفتره مليون مليارين اي من رئاسه الوزراء من رئاسه الوزراء على اساس قالوا راح تجي هاي المليارين يمشون بيها والارصده الموجوده بخصوص نادي الطلبه ما عندهم ما عندهم ميزانيه هم نادي الطلبه ما عنده ميزانيه. انا لا اعرف اكو تراكميه ما عنده تخصيصات ما عنده تخصيص ولا عنده ميزانيه هو على الملح ايش قد يريد ينطي الوزير ايش قد يريد ينطي الوزير ما عندهم اي ميزانيه. هاي انا راح اعطيك مليارين كابتن حبيب الكلم راح اعطيك مليارين وبعدين ما ينطي. خليني اقول لك شغله جيب لاعبين ابو علاوي وكابتن مهدي يعرفها علاء كاظم اذا تقتل وياه بغرفه ومطينا المنحه 300 مليون تقعد انت خمس دقائق اخذ لك اياهن 300 بخمس دقائق اخذ لك اياهن. شلون؟ اذا هسه وزاره التعليم العالي اي تنطي 300 مليون وانت تقول له مثلا محتاج انه للفريق وايد تقدر يعني ابو امير بالفلوس على يعني بس كعمل اداري كمنظومه مو الكابتن قال لك اكو ناس محترامات لا ليش يتهمون بالفساد؟ هسه هذول الجمهور هسه خو بقول لك احنا اداراتنا محتراماتي يعني مثلا شنو اداره الطلبه انبياء ما عندهم فساد؟ لا عندهم فساد مو انبياء بس انا قاعد اقول لك ابو كابتن مهدي قال لك اكو اخطاء هسه احنا ما نريد يعني اكو فساد بالاداره؟ لا انا مو بس اداره الطلبه استاذ ها؟ اقول لك هسه اليوم محورنا على الطلبه هسه خليني اقول لك شغله انت لا تقول للطلبه شباب خلينا نكون واقعيين استاذ هشام ها اعتقد تفضل كابتن عادل لا مو اريد اتكلم النقطه بس كابتن عادل ايه. كابتن عادل عندك مداخله؟ خلص رصيد عادل شنو؟ خف على الرصيد كابتن احنا متصلين بيه كابتن كابتن عادل تسمعنا؟ كابتن هشام ويرجع لنا كابتن عادل انقطع الاتصال اذا سمحوني الشباب انقطع الاتصال يا ريت العمل الاداري العمل الاداري كابتن مهدي اشتغل بي ابو علاوه تمام اشتغلت يمكن فتره قصيره العمل طوعي بدون مقابل طيب. بما انه انت عمل طوعي انا احكي لك على ادارات العراق ادارات عمل طوعي عمل طوعي انا اليوم اشتغل باداره اي نادي سواء اجي اشتغل ما من المعقول كل الشتم والسب والهاي وانه ابقى قاعد على الكرسي ليش هسه الناس هاي اللي قاعد مثلا ميزانيتها 12 مليار و13 مليار ايش تتوقع يعني مثلا بيكون باور مثلا هو تلقاه حتى ما لاعب طوبك ودارات ما عندهم لاعبين كره قدم بس هو قاعد انه بيها فائده ماليه يعرفون يبوبون اي بس اخ فريد
انت اذا مو لاعب كره قدم اذا مو اسم ممكن سيوله ماليه عندك تاجر انا لمن جايب زين يعني ما يخالف مجموعه نادي الطلبه لا اسماء ولا يساعدون انطيني اداره لا رئيس النادي ولا انطيني اداره وحده اداره وحده هسه ما نحكي على قبل بزمن عمر السعاوي وهاي الاسماء اللي كانت تدعم انطيني اداره وحده هسه انه جايبين تاجر يدعم النادي تاجر واحد انطيني كل الأندية عندهم اكو اعطيني نادي اكو ممكن تحتاج 10 ملايين 5 ملايين احنا بنادي الطلبه لا سالفه احنا ماكو احنا انا ما شفتيش مليون ما يقدر يعطي اداره الطلبه وطبعا بالمناسبه وقال لك بس كابتن جوز كابتن مهدي استحى يتحمل على كاظم خذ وجهه نظري يعني يتحمل على كاظم على كاظم يتحمل جزء من الاسماء اللي ليش لان دائما اكو حكي اكو كلام على على كاظم على على كاظم بعدين سوى ترى النادي هسه ما حد ينشتم بس على كاظم ما حد طلع مثل قاسم هم الاثنين بالواجهه محمد الهاشمي يعني ما حد طلع مثل من اداره الطلبه اليوم بالمناسبه الاخوان فريق الاعداد حاولوا يتصلون بالاخ محمد الهاشمي اكثر من مره مرتين ثلاث مرات اربع مرات ما سيد محمد الهاشمي ما 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 جاوب على انا قصدي انه الاداره يعني الاداره كانت تحققت للطرف المقابل كابتن عادل كان لك مداخله قبل قليل عفوا استاذ هشام ما سمعتك كانت لك مداخلة قبل قليل نعم تفضل كابتن عادل استاذ هشام احنا يعني خل نتكلم بصراحة يعني خلي يكون اكثر وضوح انه احنا اليوم يعني مشكلة كل الجماهير ومشكلة المسؤول الموجود انه مع الاداره هاي بصراحه الان ما يدعمون يعني ليش ما نتكلم صراحه ليش نلف وندور احنا يعني اليوم مشكله نادي الطلبه مشكله اداريه شوف يمكن اني اتفق ويا كابتن فريد اتطرق نقطه قال على كاظم اليوم اذا تيجي 300 مليون انا اقدر اطلع من عنده بخمس دقائق واصرف وفعلا انا خلال فتره وجود نادي الطلبه لمست من على كاظم حب كبير للفريق يعني بصراحة احكي لكن اللي اضر بشكل كبير بعلى كاظم وحكاها مهدي المنظومة اللي تعمل وياه يعني هي اعتقد اللي ضيعت النادي وضيعت علاء كاظم لا تمتلك الكفاءة الإدارية ولا تمتلك العلاقات ولا تمتلك الأموال اللي يزعل خل نتكلم بصراحه اليوم بعد يعني ماكو في شيء ينخفي اليوم على الكل يعني اللي بداخله يرجع خليه يحكي بصراحه خلي مهدي يتكلم خلي فريد خلي يمتلك الشجاعه خلي نحكي لان احنا اليوم يجب ان نضع حلول انا هاي يعني رقت صار اكثر من مره اعطيني الحل اساني الجزء الاخير ما عندي يمكن تقريبا غير احنا اليوم غير يمكن ربع ساعة انا اريد بهاي ربع ساعة كابتن عادل ويا الكباتن يعني اريد اطلع بحل من الحلقة اريد الحل من 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 عادل نعمة الان عادل نعمة شو يقول اعطينا حل لنادي الطلبة الحل الان عادل نعمة شو يقول تفضل وزير الشباب وزير التعليم العالي الان يوم غد او خلال هذا الاسبوع يتخذون قرار سريع بخصوص نادي الطلبة تشكيل لجنة تدير النادي ومن راح تشكل لجنة تدير النادي راح تشوف كل أولاد النادي حتى اللي هو خارج لجنة راح يجي يدعم النادي أنت تطرقت نقطة مهمة سالفة شام قلت هسه أحد الأشخاص اتصال مقبل الداخل ومن لأنه ماكو حلول الآن مسؤولية تاريخية أمام وزير الشباب أمام وزير التعليم العالي أمامكم الإعلام اليوم يشرع قانون خلال هذا الأسبوع حتى أريد أسأل مهدي وأسأل فريد وأسأل مهدي وأسأل كابتن حبيب وجابوني بصراحة وبشجاعة أنتوا اليوم تقدرون تقدمون للنادي أي مساعدة بظل وجود هاي الإدارة مع احترامي على كاظم أجا يخدم وجا يشتغل لكن حاول سنة بعد سنة صحح وما قدر سنة بس فحاول يقدم كل شيء ما قدر
الى ان غرق. سؤال الحبيب واتمنى سيجاوبني. انا جاوبك اول شيء. تقدرون انتم ظل هاي الاداره اللي تشتغلون عادل كابتن عادل كابتن عادل نادي كابتن عادل عادل احنا ولد النادي، احنا لا العلاء ولا لاي واحد. احنا هذا الشيء احنا نسويه بذات نفسنا، اذا هو كانوا موجودين او هم ما موجودين ما لنا علاقه. احنا على شعار النادي، هذا النادي اللي خدمنا فيه هاي السنين كلها. اليوم تشتغل ابو علي؟ انا اشتغل اليوم. احنا نشتغل بس ما حد يمد ايده لنا، ما حد يمد ايده لنا ولا واحد يتصل بنا يقول له تعالوا اشتغلوا باي مكان. احنا ليش ما نشتغل؟ يعني هذا يعني نادينا اللي حكيته انا صحيح طبعا، لان انا حكيته بصوره مباشره. انتم ما جاي تحكوا بصوره مباشره ابو علي. لا احنا هسه جاي نحكي لك صراحه، احنا نقول لك اذا كانوا موجودين او ما موجودين. يعني ما نشتغل للاداره، احنا نشتغل للنادي، نشتغل للفريق. الفريق هذا اللي صار اليوم. انت اليوم مو مع اصدار قانون، اصدار تشريع نادي الطلبه قانون يعني يصدر خلال هذا الاسبوع؟ لازم. انت مع او ضد؟ احنا لا مع، لازم يجي، لازم وزير الشباب موجود، لازم وزير التعليم موجود، احنا مو بكيفنا نصرع، لازم اكو احنا اليوم انا ابو علي يصير ضغط من عندكم. احنا اليوم نحتاج الى قرار من المسؤول، ما محتاجين قرار من المسؤول اليوم طبعا حتى تقدر كل الناس تشتغل. كابتن عادل هذا كلامك مناشده الى وزير الشباب والرياضه او وزير التعليم العالي، لو انتم راح تطلبون حمله وضغط. لا ضغط لا اذا ضغط رياضي ابناء الطلبه، اذا يحس استاذ هشام، اذا يحس بمسؤوليته، اذا يحس بمسؤوليته امام نادي كبير وهذه مسؤوليته اليوم تحتم عليه، هو مسؤول وزير شباب ورياضه اليوم، هذا ركن من اركان الرياضه العراقي نادي الطلبه، يقتل ويموت امام انظاره وهم يتفرجون. المسؤوليه تاريخيه واخلاقيه ومهنيه وشرعيه تحتم عليه يتدخل اليوم ونفس المناشده الوزير ونفس التعليم العالي. كابتن عادل كل ولد نادي الطلبه راح تلقاهم باكر موجودين استاذ هشام. كابتن عادل اول شيء يعني هاي المفروض الكل من خلال كلامك يعني انه شفت انت تريد تغيير بعض اعضاء الهيئه الاداريه لنادي الطلبه وزج باسماء جديده للاداره، اضافه وقوه اداره الطلبه، ما يمتلكوه من شهره، ما يمتلكوه من خامات جيده، وولد النادي من حسب كلام وجهه نظري حتى يعني. الامكانيه الماديه كابتن فريد، نعم انا وياك. الجانب الثاني انه للامانه اقول لحد هاي اللحظه إدارة الطلبة متكونة من 9 أو 8 أشخاص حسب ما قال كابتن مهدي، ما شفت واحد. هسه الإخوان كابتن عادل وكابتن مهدي وكابتن حبيب، هسه ممكن أنا بالكادر التدريب خلي أقول يعني بالنادي، يمتلكون الشجاعة. وقال كابتن حبيب وكابتن عادل قال أنا أتحمل المسؤولية وأنا مساعد. كابتن عادل من أربيل هسه قاعد يقول لك أنا أتحمل. طلع واحد من إدارة الطلبة وهي مثلا علاء قال مو بس علاء يتحمل الأخطاء، مثلا أنا هم أتحمل. لحد الآن انت بظل ظروف اداره مع احتراماتي نوعا ما ركيكه، تعتمد على شخص مثلا بعلاء كاظم بنجوميته بشهرته بحبه. يعني احنا خلينا نكون واقعيين، علاء كاظم هو ابن الطلبه، يعني هو معروف، يعني علاء كاظم نجم ما تختلف عليه لا انت ولا انا بالنسبه للاداره. الان احنا علينا حلول، والحلول اللي تطرقوا بها وانت ذكرت نقطه جدا مهمه، راح تقعدون يمكن انا اقول لك 80% ما راح يصير، 80% ما راح يصير. ليش؟ إيه؟ لان اكو معارضين. يعني اقول لك هسه خلينا نكون واقعيين، اليوم فريد مجيد ما يحب علاقة شخصا مو النادي. هسه ما افتهمنا المعارضين الشعار النادي العلاقات مو هسه حبيبي جعفر اذا قال لا شعار النادي وهذا صحيح مو صحيح. لا هو انا قصدي شنو؟ هسه مشكلتي انا قصدي ابو علاوي له تاثير هو وكابتن مهدي وكابتن عادل، ناس محترمين للامانه، انه يقولون يا بشلك شكلت اللجنه براسة حبيب جعفر. اكو واحد يختلف على حبيب جعفر؟ ماكو حد يختلف. كابتن مهدي كابتن عادل وانه كابتن مهدي وكابتن عادل، ممكن كابتن عادل للامانه نعطيه مساحه بما انه بالعمل مشغول بالتدريب، لكن نفسه ومشكور وهذا مو غريب على كابتن عادل، نتمنى له التوفيق. هو تعهد يقول انا قصدي يقول انا راح اساهم بالعمل. كل احنا وللأمانة أنا نيابة عننا أبو علاوي وعن كل إحنا متطوعين، ومحمد ناصر دزل رسالة متطوع ويساعد محمد ناصر شكرونا بالبصرة. أنا شفت تحت وياه الرجل متطوع ويدعم حال كابتن مهدي وكابتن حبيب، محمد ناصر أبو البصرة متأكد. أنا قصدي أن تشكل لجنة حتى الإخوان المعارضين، يا شباب الإخوان المعارضين
ما راح ندعم علاء كاظم، والله ما لنا علاقه بعلاء كاظم، حبا الجمهور الاهلي نادي الطلبة. احنا لعبنا الشعار، انا ما جيت على مود حبيب جعفر، صحيح نجيم ابو علي ايش راح تسوي؟ اللجنه هسه بالبدايه تلف الديون، وابو علاوي شكل لجنه تفاوض، واحنا نتفاوضون التفاوض نتفاوض هذا رقم واحد. رقم مثلا ابو علاوي يقول لي فريد روح تفاوض لي انت مع اثنين منو قريبين عليك، مثلا راح اقول انا صالح سدير وكابتن مهدي. نعم. روح خلصنا ايش قد يطلبون 100، روح ابو علاوي وسوي لها فد ب 25، انا قاعد وياهم يصير ب 25 يصير ب 20، راح وياهم غير امور يا ابو يكلف كابتن مهدي روح اقعد كابتن عادل اقعد، بس قلت لك انه كابتن عادل خطيه مشغول، بس ما يعني معنويا ماديا نزلته من وفينا النادي، وفيتوا النادي احنا بالنسبه لنا شلون وفيتوا النادي بصندوق تبرعات؟ ايوه صندوق تبرعات، هسه مو الناس قاعد تطلع ناس كابتن هشام وتطلع بقناتك وتطلع انك واحد يتبرع ما ادري بيه فريد. نعم. استاذ هشام العفو تفضل كابتن عادل. اذا لم يصدر قرار، اذا لم يصدر قرار كل كلامنا ما في فايده، نير قرار نير قرار من وزير الشباب ومن وزير عندكم كل كلامنا من صراحه نحكي، وهذا يعني كلامنا ما له اي اي منين قرار منين عادل ما بيهم وزير التعليم قرار من وزير الشباب ترى ما بيهم مو قلت جاني اتصال شكله لجنه يعني شكلت باكر باكر دكتور يحيى علوان ونزال اشرف وخلف كريم وحبيب جعفر هاي الناس اللي عندها مقبوليه كلها باكر اذا صدر قرار راح تلقاهم باكر نزال اشرف وحبيب جعفر ويحيى علوان وخلف كريم وعلي وهيب وكل ومهدي كام كلهم موجودين باكر بشرط هذا كلامنا ما يفعل انت قلت هاي ربع ساعه نستثمرها نطلع بحل طيب الحال بيد المسؤول انا بعد 10 دقائق بدي اطلع بحل يعني الحال يجب ان يصدر قرار استاذ هشام خلاني جزء من الحلقه الموجود وياكم تشكل لجنه شكلوا نعم. بالبدايه لجنه نعم هاي اللجنه تروح الى وزاره التعليم العالي وتروح لوزاره الشباب والرياضه تتفاوض تقول يابا يا وزاره التعليم راحوا ما وصلوا الحلول راحوا تسمعني لجنه كابتن عادل لجنه مو لجنه انتم تشكلون لجنه ما لنا علاقه على كابتن حل الاداره انتم تشكلون لجنه مساعده النادي تروحون تاخذون تفويض من وزاره التعليم العالي وزاره الشباب والرياضه هسه ما يدق بابك انت دق بابه ما بيها شيء شكلوا لجنه وروحوا لوزاره التعليم وزاره الشباب قولوا يا وزارتين احنا لجنه نريد نحل مشكله النادي من خلال جمع هاي تبرعات من التبرعات من يسويها من يسويها اسمعني يسويها كابتن حبيبي اتصل بكابتن اللجنة هاي اللجنه تكون بمعيه شخص من وزاره الشباب وشخص من وزاره التعليم العالي تجمعون التبرعات هاي الاموال تروح شوف خزينة وزارة الشباب مش مشكلة حتى الأولمبية للاتحاد يعني هم أخوتنا وهم يساعدونا وبعدين نادي الطلبة إيه مو مشكلة يعني هم يساعدون لا لا بالعكس لا والله أنا متأكد يساعدون والله صحيح والله من رئيس الاتحاد الملي كلنا نساعد على علي جبار كامل صغير علي الاسد لا شخصيا يعني علي الاسدي مثلا ما يعطيك مليون يعني استاذ ان شاء الله مبادرات عندهم اخواننا سعد مالح ما يعطيك هذا الصغير ما يعطيك هسه احنا مريض الله اكبر احنا جاي قاعدين يعني كل اعضاء الاتحاد خذ من عندي اذا صار يساعدونا بالعكس بشكل اللجنه تروح لوزاره التعليم وزاره الشباب تاخذون تفويض يكون بمعية شخص من وزارة التعليم مو مستعبين الطلبة اي ها عماد محمد يتبرع قحطان كثير يتبرع اوكي ما يخالف يتبرعون شكلوا لجنة تاخذون تفويض هذا التفويض بعد ما تجمعون الاموال تشكل لجنة ثانية تتوزع على اللاعبين حسب العقود مالتهم ينتهي الموضوع صحيح لازم تفاوض بس هاي شنو دق بابك هاي شنو يحتاج لها والله كلامك منطقي كلكم الاخوان اللي نتكلم يحتاج ابو علاوي يتصل بعدنان درجال من يطلع حسب من البنات حبيب جعفر هسه كلها صارت يمه والله لا كابتن شاه خلينا نكون واقعيين يتصل اول شيء هو ما عنده خلاف ترى ويا علاء اخو صديق يتصل بعلاء يتصل بعلاء يتصل بعدنان درجال يقول له عمني لقاء مع وزير التعليم العالي مع شخصيات راح تجي نجوم من اللاعبين هو يساعدنا في الامور راح هو راح يصير رئيس او يجي نزار اشرف او يحيى علوان تدرب النفط ممكن الرجل هسه احنا ما نتكلم عنه بس مشغول هو وكابتن عادل شكل لجنه انه رئيس اللجنه كابتن حبيب وهاي متاكد انا الاخوان مثل ما قال لك كابتن عادل تحل انا الزم لك بعشرة ايام اللاعبين يعني ترى نادي الطلبه اسم كبير عشان حلت مشكله النادي ماديا مشكله النادي فنيا فريق هبط درجه اولى هسه بعد اللي صار يعني ماكو دروس ها ماكو دروس بعد يعني ما ادري
شنو ما تدري؟ هي طبيعيه يعني راح تنحل يعني راح تبدي لازم من جديد دماء جديد لازم من جديد حتى اكو لاعبين هسه تقريبا كل اللاعبين طلعوا يعني اللاعبين اللي يلعب ما يلعب ينزل من الممتاز يلعب بالاولى هسه بس اكيد راح انت راح تسوي فد يعني دماء جديده ولاعبين بس نخلي نخلي للاعب مثال مثل بوفون نزل اليوفي بقرار هم اتحاد بقوا كلهم بقوا بقى. كلهم اللاعبين كلهم بقوا يعني يمكن ذاك الزمن مثلا كابتن مهدي وحبيب مو ينزل الطلبه درجه رابعه بس يمكن بزمن هسه الاحتراف ولا يقول لك لا ان شاء الله يا هشام ليش يعني مال شغله الاستئناف يعني شنو المشكله ليش النجف والميناء يعني استأنفوا لهم الطلبه لا عادي الطلبه اللي طهم مده مثلا لا؟ يعني هاي النقطه ليش ما نطرحها يعني نطرحها وزير مو انطوا مده للميناء والنجف وزير الشباب انطوا مده لنادي إيه؟ النجف اليوم 11/9 ايه اليوم 11/9 نعم اي وليش إيه؟ الطلبه ما ينطوهم يعني ليش هذا الموضوع يعني راح تكون عندنا حلقات خصوص هذا الموضوع بالايام القادمه بس انا اللي اتمنى ممكن اللاعبين كلهم نسددهم ويرجع 10 ايام او اسبوع اذا ماكو فلوس اكو فلوس هسه موجوده كابتن علاء احنا نحكي عندنا 300 تسدد جميع الديون هسه بالمستقبل بالدرجه الاولى تاخذون فكره اللاعب الشاب تبنون فريق شاب لا شوي هسه بعد جمهور الطلبه بالدرجه الاولى ما يريد شو اسمه والله شايفهم يكون مو صح لولا يريد بس يصعد وين يرجع. يصعد يرجع مره ثانيه للدرجه الممتازه هاي اذا لا يرجع بالنسبه لفريق الطلبه اذا نزل اي يعني مع احتراماتي فريق الطلبه ترى اسم كبير يعني مو هي بكل سهوله مشكله اللاعبين كل سهوله يا فريد انت مو قاعد تتابع الدرجه الاولى هي تابع الدرجه الاولى اصعب من الدوري الممتاز صحيح فنيا لا لا مو فنيا لا عندك المشاكل الثانيه اللي تاكو مشاكل ثانيه فريق الطلبه الزم لك اذا نزل للدرجه الاولى ولعب اول فريق يصعد وفارق بعيد انا قاعد اقول لك بس لازم تسدد لازم انت سدد والصعود الصعود كانما الفريق اصلا كانما ما نازل انا اضمن لك هسه ايش عليك انا اضمن لك صعود نادي الطلبه بظل اي ظروف حتى لو تجيب لاعبين شباب انت تلعب مع شعار نادي الطلبه ايش تلعب مع يا فريق استاذ هشام الله يخليك كابتن مهدي انت متوافق مع هذا الراي والله انا الاهم نقطه هسه الاموال لان بالتالي حتى لا سامح الله بس اسف للمقاطعه وصلتني نعم. رساله تحدثت على نادي النجف وصلتني رساله من نائب رئيس لجنه التراخيص سيد ضياء عبد الحسين يقول صار تنازل او تسويه قبل 31/8 بخصوص نادي النجف نعم هو احنا متاخر يعني صارت التسويه قال قبل 31 عملنا وهذا كله كان متاخر يعني اتصور هذا القرار انا رحت للاتحاد بصراحه قبل مباراتنا مع الكاس ويا الكهرباء ومع الكهرباء للاتحاد يعني حسيت القرار هذا من زمان موجود بالاتحاد لان انا رحت انقل المباراه قلت لهم ليش احنا بملعب الصناعه نلعب الزوراء بملعب الشعب خلينا نلعب مثل بالسبعه وبالتسعه او نلعب اثنين واحنا نلعب ثلاثه او ملعب الصناعه خلينا نلعب بالليل قالوا ماكو اناره حسيت بعدين افتهمت بالاتحاد وضعهم ونفسهم مو مع يعني انا اليوم بالاتحاد يمكن شفت قالوا هاي قبل المناشدات قبل شهرين يعني احنا الكتب تجي وندزها للنادي وما عليها جواب بالمناسبه قدام ابو علاو احد الاخوان الاعضاء ما راح اذكر اسمه ما نذكر قدام ابو علاو قلت له انتم سبب بنزول نادي الطلبه وبالتالي من مقصوده قلت له السبب الاتحاد لا الاخوان بالاداره قدام ابو علاء قلت له مقصوده يعني الفتره هسه انا قلت لك انه الخلافات وصارت ان الفتره مع عدنان الدرجال مع علاء كاظم وليش هسه طلعت وروحت على انه بحساباتي يعني هسه انا ما اريد انه اقول هم ضد استاذ هشام يعني خلينا نكمل لك موضوع يعني اخر شيء ملعب الصناعه طلعت باناره يعني مو هسه بدور التاهيل لعبنا بالخمسه العصر وانا كنت حتى فنيا قلت لهم للاداره علاء قلت لهم ترى فريق الكهرباء فريق واعرفه بالجو حار وعمار لاعبين وهذا المباراه راح للكهرباء هو الاتحاد يعني خبرني قال لي لا تتعب نفسك كابتن روح لا تتعب نفسك روح نفسك روح لان رئيس ناديك رايح اي انا احكي يعني قصدي انا احكي لك هيك الحمد لله لا محتاج احد ولا هذا الحكي اللي سمعته واللي افتهمته قبل شهر انا قبل شهر هذا الكلام قبل شهر من لعبه النهائي مال الكاس شبه نهائي مال الكاس راح تباشرون بهاي الحمله
والله احنا حاضرين. انا بالنسبه لي وكابتن حبيب وانقضت بال حاضرين الطلبه والجمهور الطلبه حاضرين لاي شيء. احنا بالنسبه لنا رفعوا الشعار يوم ابو علاء يوم ابو علاء وهو ابو علاء. احنا بالنسبه لنا ادوات يوم ابو حبيب بس الجمهور ترى كله قاعد يشوفك. لا لا احنا بالنسبه لنا يعني هذا الشيء يعني مو شكلوا لجنه مو شيء سهل علينا. شكلوا لجنه هاي اللجنه حتى راح تكون متابعه من الاعلام ومتابعه من خلال هذا البرنامج. اقول لك ماكو مانع باللجنه تجيب تدز على علي هادي وتدز على ولد النادي وتدز حتى مو شرط انك من الجمهور حتى الجمهور الاخلاق الرياضيه ترى ما سببنا فقط. اه بالضبط تدز شكل لجنه ابو علاء وكابتن مهدي وكابتن عادل قلت لك يعني مشغول علي هادي الاخوان اللي موجودين شكل لجنه نتفق على يكون لنا لقاء وتبدا الامور. بس انا اقول لك صاحب المبادره الرئيسيه حبيب جعفر كابتن حبيب. كابتن حبيب صارت برقبتك السالفه. لا احنا حاضرين هذا نادينا من من ما نفرط به. شكرا جزيلا لوجودكم معي في هذا التغطيه. شكرا جزيلا لنجوم الطلبه شكرا لك السابقين. شكرا للكابتن حبيب جعفر. شكرا للكابتن فريد مجيد. شكرا للكابتن مهدي كاظم. شكرا جزيلا. شكرا للكابتن عادل نعمه اللي انضم معنا من اربيل. شكرا جزيلا لحضورك معنا في هذه التغطيه الخاصه. شكرا جزيلا صاحب الشام. احنا حكايه في هذه الفتره لكن اتمنى انه من يوم غد تبدا الحكايه من جديد. نلتقيكم في مناسبات لاحقه للقاء.